دكتور كمال درويش بيسخر من خطاب الفيفا وبيقول ان خطاب الفيفا يعني ان من الصعب ان الفيفا تطلع خطاب بكده، وان الوزاره هيكون ليها رد، وان هو شخصيا هيكون ليه رد، وبيقول ان ما يحدث بان هناك من يتلاعب بالرياضه المصريه ويستقوي بالخارج. اكيد برضو دكتور كمال درويش ليه وجهه نظر، تعالوا نروح نشوفها ونرجع تاني. بالامس فوجئنا بجواب جاي من الاتحاد الدولي بعده طبعا الاستاذ ممدوح عباس بيشتكي فيه اللي هو تم عزله او تم تعيين مجلس معين للزمالك. استقبلت القرار ازاي؟ ولا حاجه، احنا ما عندناش مشكله مع حد يعني هو هل هو ممكن فرض يبعت للاتحاد الدولي؟ طيب يعني لازم الاتحاد نفسه بيقول ان احنا ما بعتناش، فالموضوع يعني انا مش شايف فيه مشكله، لان هو اصلا الاستاذ ممدوح عباس خد المده بتاعه، فهو المده انتهت وهو كان مكلف من وزاره الرياضه باستكمال العمل. كان في مشاكل حصلت مع الالتراس ومع الموظفين ومع العمال الموجودين في النادي، فوزير تغير القرار وعمل مجلس اخر، فانا مش شايف فيه مشكله يعني. لو في ليه قرار بيجي احنا بنسلمه للمجلس. طيب كل شيء وارد، نلاقي الدكتور الاستاذ ممدوح عباس يرجع تاني، لجنه الانديه تبقى مصيرها ايه؟ ولا حاجه، انا بمثل نادي الزمالك. انا بمثل داخل باسم نادي الزمالك. فنادي الزمالك هو اللي هيبقى رئيس لجنه الانديه. لو الاهلي صمم الاهلي بيتكلم في حته كرامه، فانا مين اللي مثل كرامه؟ كرامه فرد ولا كرامه نادي؟ اذا كانت الناس متمسكه بالنادي يبقى كرامه النادي هي الاساس. بس ليك دور في اللجنه الصراحه، يمكن يعني انا قلته ويمكن برزناه في قناه الحياه، ان حضرتك طلبت ان النادي الاهلي يخش من غير انتخابات. صحيح، ودي حضرتك اللي طلبت بالصفه ديت وده اللي اتنفذ في المره الثانيه. صحيح. طب ليه الكابتن حسن حمدي ما كبرش الدور اللي انت طلبته وما وقفش معاك للنهايه؟ يسال بقى فيها الكابتن حسن حمدي.